وحيدا في هذا المكان المهجور يراوغ شعلان نفسه لتتحمل نظرات الدمار التي تتفرج عليه بدلا عن الجمهور من اعلى هذه المدرجات يمارس تمارينه الرياضيه لوحده لا رفقه معه سوى هذه الكره ولا خيار امامه سوى الجري نحو حلمه وان كان محاطا بالصعاب هذا الدمار يأثر يعني عليك نفسيت يعني بس ايش تسوي عاد هذه صار يعني هو مع العلم حكومي يعني لازم تعيد تعميره يعني من جديد سددت الحرب ضربة قاضية في مرمى الرياضة الموصلية فملعب الإدارة المحلية الوحيد الذي يتسع لعشرين ألف متفرج تسلق الخراب كل شبر فيه تدحرجت وعود إعماره كثيراً لكن سرعان ما ضاعت خارج شباك التنفيذ. هذا الملعب تضرر بنسبه بنسبه كبيره من جراء عصابات داعش الارهابيه اكثر ما تضرر به هي المدرجات الاربعه ثلاث مقاطع منها تقريبا متاذيه من جراء هذه التفجيرات. ملعب الرعب، الملعب اللي تهابوا جماهير الكره العراقيه الانديه الجماهيريه من تجي تهاب تفوت وتخاف في الملعب من الجمهور ومن الملعب. مهمل محطة مدمر لحد الان اي اعمار ماكو عليها ايضا ناشدنا جميع المسؤولين ولكن لا حياة لمن تنادي. احنا 32 نادي عندنا فقط ملعبين بهاي المدينه وما يصلحون كرة القدم يعني انتم تشاهدون على ارضية الملعب يعني كلها تراب ما بها اي ثيل. احنا نتمنى من المسؤولين انه على الرياضه ما بس يعودون بالانتخابات يجون يعودون يعودون كل شيء ماكو هاي المدينه هاي ثاني محافظه على العراق هاي اللي خرجت حارس محمد هوار بن محمد. غياب المرافق الرياضية انعكس على رياضي المحافظة وبات تمثيلها شبه معدوم في المنافسات وإن كان فهي لا تتناسب مطلقا مع تاريخها الرياضي واقع يعني غير مصر وأنا أصور هذا إهمال يعني أيضا من قبل الجهات الرياضية هنا أو من اتحاد العراقي لأنه بصراحة فريق نادي الموصل كان قبل دخول داعش كان مصدرين بسبع نقاط الان يعني حتى ملعب ما يعني ملعب بالموصل ماكو ثاني ملعب ثاني محافظه بالعراق المحافظة الاصغر في غير اماكن عدا ملعبين وثلاثه احنا محافظه كبيره ومحافظه عريقه ما عندنا ولا ملعب بعد ان كانت هذه المدرجات مكتظه بالمشجعين اصبحت اليوم مكتظه بالخراب والدمار فارض هذا الملعب قاحله وحاله ماساوي ووعود اعماره من قبل الوزراء المتعاقبين لا تتعدى هواء في شبك. محمد جروس تيفي الموصل.